أنهى الرئيس الكيني أوهورو كينياتا زيارته إلى السودان نهاية الأسبوع الماضي، حيث أجرى محادثات مع الرئيس السوداني عمر حسن البشير، وناقش الرئيسان إمكانية انسحاب بلديهما من المحكمة الجنائية الدولية، كما اتفقا على تنفيذ خطة الاتحاد الإفريقي للانسحاب. هذا وأعلنت غامبيا وجنوب أفريقيا وبوروندي انسحابها من محكمة لاهاي الدولية. إضافة إلى ذلك، ناقش كينياتا والبشير الأزمة في جنوب السودان، واتفق الزعيمان على بذل جهود أكبر لضمان السلام الدائم في البلاد. كما وقعت كينيا والسودان العديد من الاتفاقيات من خلال زيارة كينياتا، بما في ذلك اتفاق للتعاون في مجال الطاقة. تعتبر هذه العملية عملية شاملة، وأعتقد أن هذه العملية يمكن تكرارها في بلدان أخرى. لدينا الحلول ولدينا القدرة على الاستفادة من أخطائنا، وأدعو الجميع لنعمل معا على حل المشاكل بدلا من الحلول التي فرضت علينا من الخارج. على الرغم أن الزيارة التي قام بها الرئيس كينياتا إلى السودان كانت قصيرة نسبيا، إلا أنها حققت إنجازات كبيرة بما فيها اتفاقات التعاون ومذكرة تفاهم التي تم التوقيع عليها خلال الزيارة.